هذه الأيام من شأنها تحسيس هؤلاء المنخرطين بالمزايا التي يقدمها الصندوق على غرار مختلف الأداءات المتمثلة في الأداء الأمومة، التأمين على المرض، العجز، التقاعد، الوفاة إلى غيرها. كذلك إبلاغ المنخرطين أو إعلامهم بالمستجدات والمتعلقة بالخدمات الإلكترونية التي أقرها الصندوق. بما أني اليوم زرت الوكالة تاع الكاسنوس لاستخراج الوثائق، استخرجت الوثائق وعطونا معلومات ونصائح وقدموا لنا كل المعلومات عن الرقمنة بحيث يقدر المواطن يستطيع استخراج هذه الوثائق من المنزل.